السؤال الأول، هل يا أستاذ عبد المنعم العمايري، هل نصوص الدراما السورية كانت أفضل قبل 20 سنة؟ بعتقد تمام. هل الممثل السوري كان يعامل باحترام أكثر وأجل أفضل وأجر أفضل من 20 سنة؟ يعني أشكالي موضوع نسبي، يعني التعامل كان، يعني كان التعامل فيه احترافية أكيد، وتعلمنا على إيدين أساتذة كبار، وكان فيه تقاليد كذا. يمكن بالوقت الحالي المسألة صارت أسرع، الحالة أسرع، المكنة أسرع. نعم. فصار معظمه وليس الكل فيه شيء استهلاكي، فأكثر ما يكون فيه له يعني قيمة، يعني بس فقاعة وبتمشي. نعم. أما هذا ما بدي أعمم، في أعمال أكيد على سوية عالية جدا، ولكن الدراما السورية في هذا العام تحديدا والعام اللي مضى وهذا العام تحديدا عامل قفزة نوعية بكل المسلسلات، وبوجه تحية لكل زملائي وكل الفنانين والمخرجين. طبعا طبعا. بينما في العشر سنين اللي مر 10 سنين او هيك شيء تقريبا، كانت الدراما السورية متخبطة و يعني لعدة اسباب وعدة ظروف ما لنا بحال صدد شرحها هلا. هذا بنرجع له بعدين لما اشوف على حقيقتي، هذا حوار بيني وبينك طويل. السؤال اللي بعده، هل المسلسلات السوريه الكوميديه كانت افضل قبل 20 سنه؟ اكيد. تمام. هل المخرجين السوريين يلي كانوا عاملين بالوسط من 20 سنه كانوا افضل من المخرجين السوريين المتواجدين الان على الساحه؟ لا، هلا كمان بالنسبه للتناسب في اعمال صارت بخلال ال 15، لانه 20 سنه هذا رقم يعني عم تحطه انت. نعم. يعني بينما يعني عندك مثلا في اعمال كوميديه وانا مع الاسف ما شاركت فيها، مثل ضيعه ضايعه، مثل الخربه اللي عملهم الاستاذ ليس حجو، اعمال كانت اعمال كثير متميزه. بس من 20 سنه بتحكي عن المرحوم هشام شربتجي واعماله الرائعه، يعني من عائله 5 نجوم 6 نجوم 7 نجوم. اوه هذول وهنا وهنا وجميل، وبتحكي عن كثير. حتى مبروك اللي انا اشتغلته كان هيك لايت كوميدي. نعم. في الاعمال كوميديه هلا قليله كثير، ومع الاسف عم يصير فيها استخفاف، بيعتبروها درجه ثانيه، مع انه انا بالنسبه لي الكوميديا هي اصعب انواع الفنون الدراميه. طيب طبعا هذا برضو انا بسالك عن كمان هذا، خلي بيني مشوارك في الكوميديا هذا ايضا بيني وبينك. خلي بيني وبينك. طيب انت كمراقب مثلا، كجالس تشوف التلفزيون، هل تشوف المسلسلات الخليجيه كانت افضل قبل 20 سنه من الان؟ هيك وهيك كمان نسبي، في مسلسلات قديمه، في اسماء كبيره بالفنانين الخليجيين رائعين يعني الى الان ذاكرتنا معهم. وحتى من بداياتي انا حتى ما كنت صغير، في ممثلين على مستوى عالي كثير، منهم من ارتحمهم الله ومنهم موجود. بس كمان في اعمال على المستوى التقني، الاعمال حاليا عم يطلع جيل من الشباب، ان كان بالسينما ولا بالدراما، ولا الاسماء اللي موجوده بالاساس عن جد متطوره بتطور غير عادي. انت شوف والله، يعني انا بقول لك في هذا الموضوع بالذات ايضا، ترى انا محضر لك قسم، خلينا نتناقش بعدين. انا جالس اليوم عشانك.